Chief, three questions. Non è la ex del Mata la Capena, al giro come una pubblica ex ufficio di città, comica la pubblica. Like the X of E, you guys.
special gentleman, both on Skinner County. فبالتالي بيطلع
عامل دي دلتا وزيرو. دلتا وزيرو يعني عامل ميسي كومبونت. دلتا وزيرو في الفريكوانس دومين معناها عامل ميسي كومبونت. وطبعا الداله دي فيها تسيير، طبعا فيها تسيير. فالفيها تسيير دي داله الانرجي بتاعتها مش محدوده. داله الانرجي بتاعتها مش محدوده، دي مش موجوده في الحياه العمليه. مفيش سيجنال بتطلع دلوقتي وبعدين ما تنتهيش، مفيش كلام. عمليا لازم السيجنال دي تمشي كده وبعدين ترجع ايا كان. مفيش حاجه كده. فبالتالي انسى الموضوع بتاع اللي هو ديتا او زيرو ده، ما ينطبقش في حاله السيجنالز التي لا تعود الى زيرو. ما تنطبقش في حاله السيجنالز التي لا تعود الى زيرو. دي محطوطه على دي مساله ماثيماتيكال اساسا. دي مش مساله عمليه. يعني دي فرضيه رياضيه، وانا قلت لكم على حاجات كتير في الفرضيات الرياضيه بنتجاوزها في الناحيه العمليه، منها انك لما تقول بريودك سيجنال، بريودك سيجنال معناها سيجنال موجوده منذ الازل الى الابد. قال لي معناها الناقص انفينيتي انفينيتي. في حاجه كده؟ في حاجه اسمها كانت موجوده وتفضل موجوده من الازل الى الابد الا الحاجات الفلكيه بس. نظرهم هي حاجات فلكيه كنا بنتكلم على دورة الأرض حوالين الشمس أو دورة الشمس أو مش عارف يعني الكلام ده أقدر أقول إن هو موجود. وإن كان في المطلق ما هياش نفس الدورات على مدى العمر الطويل جدا. يعني معروف مثلا إن وزن الشمس بيقل. لأن دي طاقة نووية بتطلع علينا بتجيلنا يوميا فبالتالي بتتناقص. يعني العلماء بيقدروا ان الشمس قدامها مليون سنه تنتهي. يعني مليون سنه تنتهي. يعني خلي بالك مش هتعيش اكتر من كده. لان هي اصلا ديماج نور. يعني نيوكليار فيوجن. فبالتالي يفضل الجزء اللي وزنها كل يوم. بس هي وزنها قد ايه يعني؟ يعني حتى الارض مليون مره. طبعا المسافه بينها وبين الشمس مش كبيره قوي، 150 مليون كيلو بس، مش مشوار. انا عايز اسافر ممكن. فما فيش عدد. فانا بقول ايه الموضوع في البيوتك سيجنال كرياضه لازم يبقى ناقص في الفيلم. ما فيش حاجه كده. لما عملنا الكلام ده باستخدام المنتاج والحاجات اللي زي كده شويه وجدنا ان انت مجرد عندك فيت سايكل في الديك تقريبا نفس نتائج. فالحته بتاعت الديتا او زيرو دي فزلكه رياضيه. يعني لو مفيش سيجنال اصلا هتبقى كده. مفيش سيجنال في الدنيا كده انها طلعت وبعدين مش هتتاني. مفيش فالحته دي فاسمع معلش ممكن ولا تكمل على طول يعني. أنا دايما يعني لو بنبص لحاجات من الناحية التطبيقية احنا كمهندسين الناس اللي هم بتوع بيور ماث ممكن يبصوا حاجات زي كده. لأن دي قد تكون في بعض الحالات الخاصة جدا ذات أهمية. بالنسبة لنا مش ذات أهمية. مفيش سنة هتقعد بيريوديك ما شاء الله من ناقص البيت اللي في مفيش الكلام ده. مفيش سنة اسمها تطلع دلوقتي وبعدين مش هتنتهي. يعني الكلام ده مش موجود. فبالتالي انسى الحتة اللي هي بيور ماث. الحته دي بيور ماس بس. فأي شباب اللي ايه؟ الحته بتاع الشيفت اللي هو في الفريكونس دومين الحقيقه دي مهمه. واحب بس انبه ان في مساله في الكتاب بيجي لك اكس وجرونيكا كده. مش عارف ايه الارقام هنا عايزين دي واحد ودي اثنين حاجه مش يعني مش فاكرها بالظبط. اوكي. وبيقول لك هات اكس اوف اي يعني اكس اوف اي. وأظن دي ناقص واحد ناقص اثنين حاجة. هل نفس النصائح اللي كانت في المسألة ده ايه؟ أعتقد دي كانت واحدة. المهم يعني واحدة ولا مش واحدة. فأنت عايز تجيب اكس اوف اي بتاعتك. احنا قلنا إن خلي بالكم إن احنا صدقنا قبل كده إن المنظر ده هم جنوب على الدين وناقص هم جنوب على الدين ودي واحد ده
jag tar alla räkningen för något. Sig är för någonting. Vad är det? Jag tar För det är bara en åtta, försäkt, han är inte det för någonting. Hej, jag har, det är alltså att ni tar det för något, allt ni. Jag vill inte ha något, jag vill inte ha något, jag vill inte ha något, jag vill inte Det är om jag mått, det är så här för mig, om jag mått, tack jag själv. För en jag har förvalt henne, det är en jag som har varit kvar. När det är så mått, det är en jag, jag minns på mycket till mig, det var han. En jag, du var inte bara inte en kvar. Lägg att min kvar, jag ska inte komma på oss, man drar det så fint, vi lappar sin kvar. Men är jag, men så har jag inte varit, precis. Efter något, hejer är jag att ni inte varit. Men efter något blir det här ett nytt, det gör ett annan här, när jag ger bara en tid. Blir ett duration. Du vill inte ha någon tid, det blir för mig som min. Men så har jag blivit på oss. Jag har där och sagt att jag har blivit på oss. Men okej, det tar bara vi henne. För henne är det jag tar till på oss. Och så är det en del jag har, som jag har blivit på oss. Sink. I tid, man såg på Configuration är det jag har ett, alla din borta. Jag har inte alla din borta. Det är så fjol. Hit. Det är så fjol. Det är så fjol. Det är transportat. Det är där jag har uppassat för att kunna lyssna. Det är en annan dag där, det är väldigt passivt. Jag vill ha bättre passivt. Nej. Bättre passivt är till en frikonsumangen till andra frikonsumangen. Där bussen är en utom din egen film. Nej, det. Där bättre passivt är sig. Jag sa att då är i vänta med flera kritikare här. Har du typ av att ha en för och sin till de andra frikon på. Right? Och har det där fri och sige I och så sker om jag har för tid för lättare att arbeta med. För att arbeta med, I och så sker för att arbeta med tid. Det kan bli kan, en halv idé var en halv axelja för att arbeta med minst. Man kan lära en annan halv tid. Man ska kalla vart det med, men man ser till det vart det man har gjort. Jag har pratat med fem minuter. Det är sig för du kan skriva det. Det är också kräft. Nej. För fem minuter. Jag har pratat med det är sig för dig. Det är frikens. Men det är en axel för mig. När du kan pratat med frikens för mig. Det är sig för fem minuter. Då är det här en frifaktor och din bar. Vi faktor din part. Faktor din part gav mig en exotiv för att vara att din part inte kan. Men jag har exotivt att försvara att din part. Men det var inte vi att faktor att vara att din part. Jag är inte där. Det tar inte min, där man tar väl att frukost till min, det ska försöka till en. Det är inte bara på oss där en ting. Det är en sink för frikvansen, för trendomin, han talar om att han har plats för frikvansen. Det är en hel av att fasta in. Det är fler faktor på andra än din kvar. Det är faktor på andra än din kvar. Det är svärt att man måste bli där med det. Men sen ska jag inte hålla med några plattor. Har tappat en häst. Och en häst är den och norska och sova och svenska personer. Det går sig för att jag ska inte hålla med. على الجامع العام مش
لسه يعني الامور ما دخلتش دماغ كويس. يعني احساسي الشخصي كده ممكن اكون غلطان، اتمنى اكون غلطان. لان دلوقتي الناس مش حاسس ان هم متفهمين كويس قوي يعني ايه بتكلم في التليفون السلمي، يعني ايه بتكلم في الطب السلمي. يعني قصه مختلفه لكن الاثنين بيقولوا لسه الحته دي مش متركبه كويس في دماغ اغلبيه الناس، مش كل الناس بس في دماغ اغلبيه الناس. يعني لا تقول بس مش مستوعبه انا في الطب السلمي عندي سايبه وهي روحي تفكير السلمي دي ايه بس. الفريكونسي دومين دي عباره عن انبوتس. الناس برضه مش مستوعبه ان انت ايه مثلا لما تيجي تعمل الانبوتس ده نفسها لما عملناها تكامل هتطلع فرصه تطلع واحد الانبوتس. فالواحد ده معناه ايه؟ يعني الانبوتس بتعمل دومين اللي هي عم بيسيب كده ده بتعمل دومين اتش تي الترانسفورمر بتاعها يطلع في الفريكونسي دومين. ايه حاجه دي سي؟ تطلع في الفريكونسي دومين اللي هي معلومها انه في التايم دومين عندك دي سي يوم يطلع في الفريكونسي دومين ايه؟ ها؟ اللي هي اصلا ايه؟ يعني دي سي يطلع في الفريكونسي دومين عباره عن ايه؟ ها؟ تكون معاك؟ ايه باص عند سي؟ اللي هي فريكونسي صفر. ما هو دي سي ده عباره عن ايه؟ عن فريكونسي صفر. كويس؟ ف يعني لو انا بقى هربت الموضوع يعني لا اكسو في الاوضه. بينما لو انا عملت كده اكسو في اهي انه بيطلع ايه؟ يطلع ايه بطس كده عند الزيرو في الفريكونسي. انا بتكلم على حاجات المفروض ان انتوا عارفينها. الدي سي ده عباره عن زيرو فريكونسي فيطلع ايه بالظبط؟ ادي دلوقتي انا عمال اجيبها بس طريقه هو انا ينفع افضل الانبوتس؟ لا جميلة بس جميلة مش شباب مش عارف انا يعني لغايه دلوقتي لسه مش مطمن قوي لكل الناس المفاهيم بقت واضحه. ما مش عايز اخش في التفاصيل في البروبرتي تزيد اللخبطه والكونفيوجن. لكن انا بحاول اثبت دلوقتي بحاجات كتير انا قلتها. حاجات كتير قلناها مع بعض بس. وما تكسبهاش ان انتوا سبع خصائص مهمه عليها. دول عايزين برضه الانتجريشن ما الانتجريشن هي بتسمع الجيومتري التايم سكيل احنا قلناه. الشيفت في الفريكونسي دومين قلناه. الدفرنشيشن قلناه. الشفت في الطيب دومين قلناه. ايه اللي ما قلناهوش؟ الجواب ما هي الجواب دي اللي انا بحاول انا ممكن احطها انا موجوده في الكتاب يعني مش صعب ان انا اقول بس لان في القران بتاع بيقول لك ايه؟ ادي صوت الانتجريشن شيل الدي واحط ماينس جي اوميجا وشيل الاوميجا واحط الدي مش عارف فهتلاقي نفسك هتلخبط الدنيا. انا سهل قوي ان انا خصوصا على البحث هي فاكتور 2 باي فقط اللي هي من الاعمال اللي بيقولوا ده. والديوان دي انا مش حاطط عليها مسائل كتير في كتابي. انا مش حاطط عليها مسائل كتير في كتابي. بص يا باشا الامتحانات محطوطه بالروح بتاعت المحاضره مش بالروح اللي ممكن تبقى في السكاشن. يعني المتابع فاهم معايا كويس مش هيجي صعوبه. طبعا ما زلت بقول ان في المسائل اكتر اثنين اليوم تطبيق طبعا مع الاخر الجوال دي والجاي دلوقتي انا مش يعني اقصى حاجه في الجوال دي انك تقرا في ايه؟ ما تحطش بعض على اثنين فقط. ده اقصى حاجه يعني نقول ايه؟ ان الريكتانجلر بلس تايم طالع سينك والسينك في التايم طالع الريكتانجلر بلس في فريكونسي. هتقول لي بس في واحد على اثنين فقط. لو انت غلطت في انا مش هعرفك عليها. لو غلطت في واحد على اثنين بقى مش هعرفك عليها. ده كونست في النهايه. يعني في الفريكونس دومين مش قصه. في الفريكونس دومين مش قصه انت ضربت كان بتشوف فاكتور. لكن الفريكونس كومبوننتس نفسها هي اللي موجوده وده المهم. يعني يهمني الفريكونس موجوده فين؟ برضه في فوريا سيريز مثلا يهمني جدا ايه؟
لأن لو جيت أنا أناسس تعرف تضع الماي جوزيك بتاع الكنسيجنال دي تبقى قد إيه؟ الماي جوزيك، لأن أنا زي ما قلت أنا شرحت لكم قلت لكم إيه؟ هات البار في الفريبرس كومبوننتس لما البار دي توصل 90% أو على حسب عمرك في المسألة لو طلع 85% كفاية يبقى شفت الماي جوزيك هتحتوي على الماي كومبوننتس وهكذا. ففي مفاهيم الرئيسية لأن الكورس مربع على 2 باي أو يعني مش هي دي القصة. هي واضحة هنا واضحة لأن فيها واحدة فيها تكامل واحدة على 2 باي تكامل وتانية ما فيهاش واحدة على 2 باي. فالقلب 2 باي بكيف في الصيف. دكتور هو لو قال لي والله الفان بتاع حاجة معينة عشان حاجة معينة عشان حاجة 90% أنا عاملها إزاي أعمل مثلا كل ما تعمل جميل بتاع الأوكي جميل. لا أنت بتجيب الإنرجي بتاع لو كان بتجيب إنرجي كل إيه؟ وبتجيب الباور بتاع لو بيقول تجيب الباور بعد تجيب الباور بتاع الفاندمنتال الباور بتاع السيرف الباور بتاع اي مكان وتوب لما المجموعه دول مجموعه الباور في الهرمونيكس بتساوي 90% من الباور الرياضيه يبقى خلاص هتتوقف عن كده. بالنسبه للنبريوليك انرجي هشوف التوب ده انرجي بتاع السيجنال قد ايه واشوف هقف عند الفريكونسي كام عشان تبقى 90%. وان كان دي في اغلبيه الاحوال ما بنقدرش نعملها إيه؟ إذا كان الريسبونس بالفريكوانسي دومين قابل للتجاوب. يعني تذكر معايا إن إحنا معلش أنا بعيد حاجات بس لازم المفاهيم دي تترسخ تماما. لما طلعنا الـ A تاو سي كي إف تاو أنا ما أعرفش حاجات سي كي إف تاو دي من قيمة لقيمة عشان كده قلت لك إن النيوميريكال إنتجريشن طلع التجاوب من كذا لكذا 90%. دي أنا ما أقدرش أطلبها منك امتحان. لان تجاوب السيكا جه منين؟ الا لو كانت مثلا داله طالع